يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة في الحقيقة الحلقة هتكون مهمة جدا ومليئة بالعديد من الأخبار اللي بتهم كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، وأيضا كل جمهور الكرة المصرية بشكل عام. النهاردة في الجزء الأخير من حلقتنا هنستضيف الأستاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كورة عشان نتكلم في مختلف القضايا المتواجدة على الساحة الرياضية المصرية والعالمية أيضا، وأكيد هيكون معانا العديد من الأخبار بتخص فريق كرة القدم والفريق الأول اللي بيستعد للمباراة غاية في الأهمية غدا إن شاء الله أمام فريق حرية كوناكري الغيني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبتحديد مباراة الذهاب اللي بتقام في أو اللي هتقام في غينيا هناك في كوناكري عاصمة كوناكري. أكيد هتكون مباراة هامة جدا، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين خلال هذه المباراة. لكن خلينا نخش في الحلقة سريعا ونروح نشوف أهم عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بطل غينيا. كارتيرون يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن بطل غينيا. قنصل مصر بكوناكري، الأهلي نشر السعادة في غينيا. صالح جمعة يفسخ عقده مع الفيصلي السعودي. أزمة جديدة بين محمد صلاح والجبلاوي. اتحاد الكرة يستعين بحكام من تونس لمباريات الدوري. وطائرة خاصة للمنتخب للسفر إلى سويسرلاند. أمور كتير أكيد هنتكلم عليها النهاردة خلال حلقتنا النهاردة المستمرة لحد الساعة 6:30. هيكون عندنا العديد من الأمور الهامة واللي بتهم كل المصريين بشكل عام بالتحديد في المجال الرياضي. لكن خلينا الأول كده نروح لزميلنا المميز كريم أحمد مرئيس قناة الأهلي في غينيا عشان يطمننا بشكل عام على بعثة النادي الأهلي قبل 24 ساعة من انطلاق مباراة الأهلي أمام فريق حرية كوناكري الغيني. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طبعا كريم احمد مراسلنا ومرافق بعثه النادي الاهلي في غينيا، طمنا بشكل كبير جدا على بعثه الفريق واستعداداتهم لمباراه الغد امام فريق حريه كوناكري الغيني. لكن طبعا في البدايه عايز اقول لكم كمان مستنيين تفاعلكم على صفحات قناه النادي الاهلي المختلفه سواء فيسبوك تويتر وانستغرام. طبعا تفاعلكم معنا مهم جدا، وسؤالنا هو توقعاتكم لمباراة الأهلي وحرية كوناكري الغيني إن شاء الله غدا، النتيجة تتوقعوها كام؟ أكيد إن شاء الله كلنا نتمنى الفوز للنادي الأهلي أو تحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير عشان تساعد الفريق إن شاء الله في مباراة الإياب في القاهرة إن شاء الله، يعني بنسبة كبيرة هتكون في القاهرة، والنادي الأهلي يقدر من خلال المباراتين يتأهل لدور نصف النهائي من هذه البطولة الهامة جدا جدا لكل جمهور النادي الأهلي واللي اشتقنا ليها بشكل كبير قوي، ومستنيين كمان إن شاء الله نوصل لكأس العالم للأندية. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة الغد، واللي إن شاء الله خلاص هي هتكون في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غينيا، يعني مباراة خلاص الساعة 6 بتوقيت القاهرة، لأن البعض كان بيسأل عن ميعاد المباراة. خلينا دلوقتي نروح نشوف أبرز الأخبار اللي اتكتبت في صحف النهاردة عن النادي الأهلي. جريدة المساء قالت مجلس الأهلي يعتمد اللائحة اليوم. الوفد مجلس الأهلي يجتمع الليلة لاعتماد صياغة اللائحة، والخطيب يوجه 5 رسائل للعمومية. الشروق اليوم الأهلي يعتمد الصورة النهائية للائحة النظام الأساسي، وكارتيرون التتويج بدوري أبطال أفريقيا هدفنا الأول.
اليوم السابع كارتيرون يستعين بدكة الأهلي لمواجهة لعنة الإصابات أمام حرية. المجلس يعتمد 31 تعديلا في اللائحة بالتمرير. إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وموافقة العمومية شرط إسقاط العضوية. روزا اليوسف ثلاث أشباح تواجه الأهلي في كوناكري: الزحام، الأمطار والملعب. الأخبار المسائي: الأهلي جاهز لحرية، الفريق يؤدي تدريبه الرئيسي على ملعب 28 سبتمبر وكارتيرون يحسم التشكيل. الوطن: الأهلي ينهي تدريباته لضرب حرية بالخبرة وخطة متوازنة. الجمهورية: كارتيرون يراهن على الوسط والتسديد من بعيد، الأهلي يستعد لإخماد ثورة بطل غينيا بالفيديو. الأخبار: فرسان الأهلي جاهزون لاصطياد حرية في كوناكري، كارتيرون يستقر على خطة المواجهة ويطالب بالتركيز ويحذر من المنافس. الوفد: الأهلي كامل العدد قبل لقاء حرية، والنجيل الصناعي صداع في رأس الجهاز الفني. المساء: قبل 24 ساعة من مواجهة الحرية، الأهلي خايف من المقالب الأفريقية في غينيا، كارتيرون: نواجه فريقا عنيدا وهدفي إسعاد الجماهير. الأهرام: كارتيرون لاعبي الأهلي، حلم لقب دوري الأفريقي يبدأ مع من كوناكري، وهدفنا إسعاد الجماهير. الفريق يختتم تدريباته اليوم ومؤتمر صحفي للمدرب وتأمين خاص للبعثة. الأهرام: النادي يطلب إقامة مباراة العودة باستاد السلام 22 سبتمبر بحضور 25,000 مشجع. أخبار أكيد مهمة جدا من خلال العناوين اللي كتبت الصحف النهاردة عن النادي الأهلي، وبالتحديد مجلس إدارة الأهلي يجتمع الليلة لاعتماد صياغة اللائحة. ده الوفد قالت كده، وده يمكن خبر مهم جدا، ان النادي الاهلي خلاص بعد الفتره اللي فاتت كان في مشروع لائحه تم عرضه على اعضاء الجمعيه العموميه وايضا على جمهور النادي الاهلي من خلال التواصل معهم ومجلس اداره النادي الاهلي علشان يقولوا رايهم وملاحظاتهم بخصوص مشروع لائحه النظام الاساسي. والجميل كمان من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ان هو عمل بريد الكتروني علشان يتواصل مع الاعضاء، مش بس الاعضاء لا كمان جمهور النادي الاهلي، عشان اللي قرا اللائحه وشايف ان هو محتاج يعدل اي بند يكون طبعا مناسب للوثائق الاولمبي وايضا القانون والدستور المصري وكل الامور المهمه، لازم يكون طبعا اللائحه متناسقه تماما مع هذه الجوانب. فبالتالي اللي شايف من خلال هذه او هذا المشروع بالتحديد ان في اي تعديلات ممكن تكون اضافه للنادي الاهلي بشكل عام للفتره اللي جايه، كله ابدا رايه وخلاص، زي ما احنا شفنا خلال الاخبار كده ان في 31 بند تم تعديله، ده بعد التواصل مع اعضاء وجمهور النادي الاهلي وكبار الصحفيين والاعلاميين والشخصيات العامه. فبالتالي ده شيء مهم جدا. النهارده ان شاء الله هتكون الصياغه النهائيه للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي عشان يتم عرضها على الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 28 من الشهر الجاري علشان يصوت طبعا عليها جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي كمان بالتحديد. طبعا كمان بالنسبه للاهلي كامل العدد من جريده الوفد، النجيل الصناعي صداع في رأس الجهاز الفني، زي ما احنا عرفنا من كريم احمد كده ان كل الملاعب التدريب هناك نجيل صناعي، لكن الملعب اللي هتقام عليه هذه المباراه هتكون نجيل طبيعي ان شاء الله ما يكونش في اي معوقات للنادي الاهلي، وعندنا خبرات كبيره جدا في الفريق سواء الجهاز الفني او اللاعبين ان شاء الله ان هم يتخطوا اي عقبات. خلينا طبعا اكيد كان كلام مهم جدا سواء مستر باتريس كارتيرون او حسام عاشور طبعا، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن جمله قالها مستر باتريس كارتيرون، وقال ان انا عندي اكتر من لعيب لعبوا اكتر من 80 مباراه
في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فأنا اللي هستفاد منهم بشكل كبير. يعني بصراحة الراجل بيلعب على الناحية النفسية بشكل جيد جدا مع لاعبي النادي الأهلي، وده اللي لاحظناه خلال الفترات اللي فاتت سواء في بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده شيء مهم جدا، العامل النفسي في التعامل مع اللاعبين بشكل عام، مش بس يعني لاعبي النادي الأهلي، لا كل اللاعبين، بتحاول إن أنت تاخد كل إمكانيات اللاعبين من خلال هذه التصريحات المهمة جدا. أيضا حسام عاشور يمكن قال إن هدفنا معروف جدا وهو اللعب على رقم واحد والفوز بهذه البطولة، الإسعاد كل جمهور النادي الأهلي. طبعا حسام عاشور لاعب عنده خبرات كبيرة جدا جدا في بطولات أفريقيا بشكل عام، وأكيد هيكون أحد العناصر المهمة جدا إن شاء الله خلال مباراة الغد في حالة جاهزيته التامة، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يفوز أو يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب إن شاء الله أمام فريق حرية كوناكري غدا إن شاء الله. خلينا نروح نشوف كل ما كتب عن النادي الأهلي في المواقع ونرجع مرة تانية. فيتو: اليوم الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرية. يلا كورة: جلسة بين كارتيرون ووليد سليمان في غينيا. الشروق: يوسف: الأمطار أكثر ما يقلقني من مواجهة حرية. الوطن: كارتيرون يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم. الأهرام سبورت: تعليمات طبيب الأهلي بتناول كميات كبيرة من المياه والعصائر. الموقع الرسمي للأهلي: محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي مساء اليوم. الوطن: العمري يهدي قنصل مصر في غينيا درع وعلم الأهلي. البوابة نيوز: قنصل مصر بكوناكري، الأهلي نشر السعادة في غينيا. الموقع الرسمي للأهلي: تفاصيل اجتماع الفني لمباراة الأهلي وحرية. الشروق: قمصان: خبرة كارتيرون مع مازيمبي سلاحنا أمام حرية والأهلي بمن حضر. وان سري: ميدو جابر يواصل برنامجه التأهيلي. اليوم السابع: مران قوي لمستبعد الأهلي عن مواجهة حرية الغيني. والموقع الرسمي للأهلي: طارق خيري: تصفيات إفريقيا صعبة. وأيضا الموقع الرسمي للأهلي: مودي الجرحي يشارك في تدريبات السلة. وآخر خبر معنا من الموقع الرسمي للنادي الأهلي: لجان الأهلي تناقش نتائج أعمال الفترة الماضية وتطلعاتها المستقبلية. طبعا أكيد يعني أخبار عديدة مهمة جدا تخص النادي الأهلي في المواقع الإلكترونية، بالتحديد عايزين نتكلم عن مستر باتريس كارتيرون والجلسة اللي عقدها امبارح مع وليد سليمان نجم فريق النادي الأهلي. الجلسة دي عشان كان يطمن على جاهزية وليد سليمان من الناحية الطبية وأيضا من الناحية الفنية بشكل كبير من اللاعب، يعني من خلال حديثه مع اللاعب هل هو جاهز كمان نفسيا لهذه المباراة ولا لا، خصوصا ان وليد سليمان احد اللاعبين المهمين جدا جدا في تشكيل النادي الأهلي، وبصراحة عامل لحد دلوقتي موسم اكثر من رائع مع النادي الأهلي في بطولة الدوري وأيضا بطولة دوري أبطال أفريقيا. تواجد وليد سليمان هام جدا بالنسبة للنادي الأهلي وفي تشكيل النادي الأهلي الأساسي إن شاء الله لمباراة الغد. نتمنى إن شاء الله سواء وليد لعب أو ما لعبش كل اللاعبين اللي يشاركوا والتشكيل اللي يستقر عليه مستر باتريس كارتيرون يكون قادر بشكل كبير جدا على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة ومباراة الذهاب. لسه عندنا بعض الأخبار الكتيرة، لكن استنونا بعد الفاصل عشان نكمل فقرات برنامج كلام في الميديا النهارده.